أنا هاني الشواعر وأحب أرحب بكم اليوم في إدارة تداول الأوراق المالية بالأهلي شركة الأهلي المالية Securities Division at NCB Capital. إحنا لما بدأنا قبل حوالي 5 سنوات كان الماركت شير حصتنا السوقية لا تتعدى 6-6.5%، وبمجهودات الفريق بالكامل الحمد لله استطعنا أن إحنا نرفع الماركت شير حقنا إلى حوالي 13% في المركز الثالث، ومع تضييق الفارق بين من هو في المركز الأول والثاني إلى أقل من 1 أو 2%. بعض إنجازاتنا كانت أنه إحنا أول شركة تقدم خدمة تداول عبر الانترنت في الأسهم الأمريكية. إحنا كنا أول شركة نقدم التداول عبر الانترنت بدون حد أدنى. أيضا إحنا كنا أول شركة نقدم خدمات تداول عبر الانترنت بدون رسوم اشتراك، وإحنا برضو كنا أول شركة نقدم خدمة التداول عبر الهاتف الآلي IVR، وقبل حوالي 3 أو 4 شهور بنقدم هذه الخدمة الآن بدون أيضا رسوم اشتراك. بالنسبة لعدد العمليات المنفذة، إحنا أكبر شركة في السوق من حيث عدد العمليات المنفذة، تقريبا نفذنا حوالي 4 مليون عملية خلال 2010. من أهم المميزات اللي موجودة عندنا في الإدارة إنه إحنا مرنين جدا في التجاوب مع المعطيات اللي موجودة في السوق. زي ما كل يعرف إنه البروكرج بيزنس إز سيكليكال بيزنس، بيعتمد اعتماد كبير على حجم التداول في سوق الأسهم السعودية، وبالتالي نحن تبنينا موديل من خلال سنتين أو قبل سنتين تقريبا للاعتماد بشكل أكبر على الوسائل الإلكترونية في التداول. عام 2007 كان عندنا حوالي 53 صالة للتداول. بعد أن تبنينا استراتيجية الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، أصبح لدينا الآن 3 صالات فقط، واعتماد كبير على الإنترنت وعلى الـ IVR. استراتيجيتنا في المرحلة القادمة بإذن الله أن نعتمد بشكل أكبر على الـ E-Business Model، ولتحقيق هذا الهدف أو تحقيق هذه الاستراتيجية تم شراء نظام تداول عالمي متطور جدا، سيتم إن شاء الله العمل به في مرحلة الأولى في نوفمبر 2011 بإذن الله. أيضا نحن نطور الآن قدرتنا لخدمة المؤسسات المالية institutional business، وأيضا بنطور خدماتنا من خلال centralized dealing room أو وحدة التداول المركزية اللي بتخدم كبار العملاء، أيضا حيكون من خلال النظام الجديد بالإمكانيات الهائلة اللي موجودة فيه. أحد أهدافنا أن نكون بوابة التداول لأسواق الخليج وشمال أفريقيا، وأيضا من خلال النظام الجديد اللي حيتم إن شاء الله في نهاية هذا السنة سيؤهلنا بإذن الله للوصول لجميع أهدافنا. بتضافر المجهودات جميعا في NCB Capital وفي البنك الأهلي، I have no doubt إن شاء الله بإذن الله إن إحنا we will achieve that objective. أشكركم. أنا خالد طاهر، رئيس التداولات بالأهلي كابيتال، Head of Trading at NCB Capital. حابب اليوم أعطيكم فكرة عن خدمات الإدارة أو ما يسمى بالService Offering. أهم خدمة نقوم بتقديمها لعملائنا هي خدمة تنفيذ أوامر البيع والشراء في الأسواق المالية، ويشمل ذلك السوق السعودي والسوق الخليجي ومصر والأسواق العالمية وأهمها السوق الأمريكي. تنفيذ الأوامر يخدم عدة شرائح من العملاء. الشريحة الأولى وهي شريحة الأفراد أو ما يسمى بالماس والأبر ماس، حيث يستطيع العميل تنفيذ الأوامر باستخدام الإنترنت عن طريق الأهلي تداول .com أو عن طريق الهاتف الآلي IVR. أما بالنسبة لكبار العملاء، يستطيع العميل التنفيذ عن طريق وسيط في Centralized Dealing Room أو عن طريق الإنترنت كذلك الأهلي تداول .com. بالنسبة هذا في السوق السعودي،
بأسواق الخليج يتم التنفيذ عن طريق وسيط من خلال شركات الوساطة المتعاقدين معها في أسواق الخليج المختلفة. كذلك في دولة مصر الشقيقة يستطيع العميل التنفيذ عن طريق وسيط من خلال شركتنا HC في مصر. بالنسبة للأسواق العالمية أو ما يسمى بالإنترناشنال بروكرج، فيستطيع العميل التنفيذ عن طريق وسطاء موجودين في سنترال ديلينج روم خلال ساعات عمل السوق الأمريكي، ويتم التنفيذ من خلال شركة وساطة وهي سيتي موجودة في لندن، وتخدم العميل في مختلف أسواق العالمية، وخاصة معظم العملاء ينفذوا في السوق الأمريكي. والهدف من هذا كله هو أن نساعد العميل على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح. كذلك يحصل العميل في هذه الشريحة على أبحاث ودراسات الأهلي كابيتال الصادرة من الأهلي كابيتال، حيث يوجد لدينا أفضل قسم أبحاث بشهادة كبار العملاء والمؤسسات المالية في المنطقة، حيث يتم إصدار دراسات عن السوق، عن القطاعات وعن الشركات، وتتضمن عدة تقارير، من أهمها تقرير السكتور أو القطاع، كذلك بدء التغطية أو ما يسمى بالinitiation coverage، وكل بعد فترة يتم تحديث أخبار الشركات أو ما يسمى بcompany updates. كذلك يوجد تقرير وهو التقرير اليومي المسمى بالclosing bell. الشريحة الثالثة هي شريحة المؤسسات المالية أو الانستيتيوشنز، حيث يستطيع العميل التنفيذ عن طريق وسيط مؤهل وذو خبرة، حيث تتطلب هذه المؤسسات تنفيذ عمليات ذو أحجام كبيرة أو ما يسمى بالبلك أوردرز، كذلك لهم استراتيجية مطلوبة في التنفيذ. أما بالنسبة للمنتجات المتوفرة لدينا في الإدارة فهي حسب السوق، ففي السوق السعودي كما تعلم يوجد أسهم صكوك والإكسشينج تريدد فوند ETFs. بالنسبة للأسواق العالمية توجد منتجات أخرى مثل عقود الخيار أو الأوبشنز ومنتجات أخرى. هذه بصورة مختصرة السيرفيس أوفرينج أو الخدمات التي نقوم بتقديمها لعملائنا في إدارة الأوراق المالية بالأهلي كابيتال. مرحبا، أنا سلطان أبو جدايل، رئيس وحدة التداول المركزي. لقد أنشأنا في سنة 2010 وحدة التداول المركزي في جدة، حيث جمعنا جميع الوسطاء على مستوى المملكة في مكان واحد لخدمة كبار العملاء الذين ينفذون عن طريق وسيط. وكانت فوائد تواجد الوسطاء في مكان واحد عديدة، حيث تمكننا من خلق جو غني بمعلومات السوق، حيث نبدأ كل يوم بحضور الاجتماع الصباحي مع قسم الأبحاث بالأهلي كابيتال قبل بداية السوق، ومن ثم قراءة الأخبار والمواقع الإلكترونية الخاصة بالسوق والشركات وكذلك العمليات المدخلة قبل بداية السوق، ويتم تبادل معلومات السوق بين الوسطاء. وتمثل هذه الوحدة جزءا مهما جدا من الخدمات التي تقدمها إدارة الأوراق المالية، حيث تشكل 25% من عمولات التداول، وتقوم بخدمة شريحة كبار العملاء والمؤسسات المالية. ويقوم الوسطاء أيضا بتنفيذ أوامر العملاء المرسلة عن طريق الفاكس من فروع البنك الأهلي، حيث نخدم العملاء كبار السن عن طريق فروع البنك الأهلي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والذين لا يرغبون في استخدام الخدمات الإلكترونية من إنترنت والهاتف الآلي IVR. ويقوم الوسطاء في وحدة التداول المركزية بتنفيذ عمليات خاصة بوحدات عمل مختلفة، منها التنفيذ لكبار العملاء من الأفراد في السوق السعودي، التنفيذ للمؤسسات المالية في السوق السعودي، حيث يتضمن ذلك تنفيذ الأوامر الكبيرة واستراتيجية التنفيذ مثل الأوامر المخفية والVWAP، التنفيذ لكبار العملاء في أسواق الخليج عن طريق شركات الوساطة المتعاقد معها، وكذلك السوق المصري عن طريق شركة الوساطة HC، التنفيذ لكبار العملاء في الأسواق العالمية وخاصة السوق الأمريكي، حيث يتم التنفيذ عن طريق سيتي جروب في لندن، ولتوفر لنا معلومات السوق والأبحاث وكذلك الاجتماع الصباحي مورنينج كول.
التنفيذ لصناديق الاستثمار وإدارة المحافظ بإدارة الأصول فند أند دي بي أم. كذلك يوجد لدينا خدمة سيلز تريدينج للمؤسسات وكبار العملاء، حيث نقوم بمناقشة مع العميل فيما يخص أوضاع السوق والشركات والأخبار الاقتصادية والسياسية المؤثرة في السوق، وكذلك نقوم بتوفير المعلومات والأخبار المهمة وتوصيل الأبحاث للعميل، وكذلك لمساعدة العميل على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح. أنا طارق عبد القادر، رئيس التداولات الإلكترونية في إدارة الأوراق المالية في الأهلي كابيتال. هذه الوحدة مسؤولة عن إدارة وتسويق قنوات التداول الإلكتروني عبر الإنترنت والهاتف الآلي. قمنا بتطوير أكثر من خدمة للتداول عبر الإنترنت من خلال موقعنا الأهلي تداول.com، وهي على النحو التالي: الأهلي تداول سوبر بلس لخدمة كبار العملاء، الأهلي تداول بلس الذي يحتوي على أسعار مباشرة، بالإضافة إلى خدمة الأهلي تداول بيسك المجانية التي تتيح للعميل التداول بكل سهولة وسرعة وأمان. كما يوجد لدينا خدمة التداول عبر الهاتف الآلي IVR التي تتيح للعميل التداول دون الحاجة إلى التحدث إلى وسيط. تقوم هذه الوحدة بالإشراف على مركز الاتصالات المخصص لعملاء الأهلي كابيتال، سواء كانوا عملاء إدارة الأوراق المالية أو إدارة الثروات، من خلال استقبال استفساراتهم أو طلباتهم وتقديم الدعم الفني لهم. أنا اسمي مازن السفياني، رئيس تطوير الأسواق وأعمال المؤسسات المالية. بصفة عامة في نوعين من العملاء اللي بيتداولوا في أسواق الأسهم أو الأسواق المالية في العالم. النوع الأول المعروف هو الأفراد بجميع فئاتهم، والنوع الثاني هو المؤسسات المالية والشركات. وتركيزنا الآن إحنا على المؤسسات المالية مثل البنوك التجارية، شركات التأمين أو حتى صناديق الاستثمار. في السوق السعودي للأسهم يسمح للمؤسسات المالية في التداول مباشرة في السوق، وأيضا المؤسسات الخليجية. أما المؤسسات العالمية فيسمح لها بالتداول غير المباشر في السوق عن طريق أكثر من طريقة، مثلا عن طريق صناديق الاستثمار العادية أو صناديق الاستثمار المتداولة اللي هي الـ ETFs، وأيضا عن طريق اتفاقيات المبادلة اللي هي معروفة بالـ Equity Swap Agreements. كل سوق مالي في العالم يهتم باستقطاب المؤسسات المالية. وعشان نعمل مقارنة بسيطة بين السوق السعودي والأسواق العالمية، هنا في السوق السعودي للأسهم تمثل تداولات المؤسسات المالية ما لا يزيد عن 5 أو 6% من إجمالي التداولات في السوق. لو قارنا هذا مثلا بالأسواق الأمريكية، فنجد أنه في أمريكا مثلا المؤسسات المالية تمثل 60% من التداولات اليومية هناك في السوق. وإذا نظرنا حتى إلى الأسواق الأوروبية فالنسبة هذه تقترب من 40%. وقد أكدت هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية وتداول أيضا على أهمية القصوى لاستقطاب المؤسسات المالية للاستثمار في السوق السعودي. أي استثمار من قبل هذا النوع أو هذا القطاع من العملاء يضيف نوعا من التوازن لأي سوق. وكذلك كل ما زادت الاستثمارات من المؤسسات المالية تزيد ثقة المستثمرين في السوق نفسه، كما حتى ممكن يزيد الثقة في الاقتصاد الوطني ككل. وإحنا هنا في إدارة الأوراق المالية نؤمن بقوة بحجم النمو المستقبلي لاستثمارات المؤسسات المالية في السوق السعودي للأسهم. لذلك قمنا بتأسيس وحدة متخصصة في خدمة هذا القطاع من المستثمرين، تكون مهامها محصورة في الإدارة الكاملة للعلاقة ما بين الشركة وما بين المؤسسات المالية المستثمرة في السوق. طموحنا في النهاية أنه تكون شركة الأهلي كابيتال من أوائل الشركات السعودية الاستثمارية خبرة في هذا المجال، وبالذات لما هيئة سوق المال تسمح للمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي. أنا عدنان الغالب، رئيس أعمال نظام
تداولات الأوراق المالية في شركة الأهلي كابيتال. نحن الآن نعمل مع فريق تقنية المعلومات بشركة الأهلي كابيتال على مشروع الـ SBP. هذا النظام هو نظام متكامل على مستوى الشركة، يهدف النظام إلى تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية. Back Office System من شركة تومسون رويترز العالمية، Front Office Order Management System من شركة فيدس العالمية، An Online System من شركة إنفوسيس العالمية. منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية. إن النظام الجديد سيحتوي على إمكانيات متقدمة وحديثة، منها حساب استثماري موحد لدى الأهلي كابيتال، إمكانية الاتصال بأكثر من سوق إقليمياً وعالمياً بأكثر من عملة، إعطاء العميل نظرة شاملة وموحدة حول التعامل معنا. نظام خدمات إلكترونية جديد يتيح للعميل التعامل معنا إلكترونياً بشكل متكامل دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية مثل زيارة الفروع لتفعيل الخدمات. أنا حسن السيد، مدير وحدة التطوير أو الديفلوبمنت بإدارة الأوراق المالية بالأهلي كابيتال. الهدف من وجود هذه الوحدة هو القيام بمتابعة أحدث التقنيات العالمية والمحلية والعمل مع فريق التكنولوجي على التحديث المستمر للمنتجات والخدمات الإلكترونية المقدمة لعملائنا مثل الأهلي تداول وصناديق الاستثمار عبر الإنترنت والخدمة الـ IVR أو التداول عبر الهاتف الآلي، حيث يقوم فريق العمل في وحدة التطوير بترجمة جميع متطلبات واحتياجات العملاء من مجرد أفكار إلى حلول يتم تطبيقها بواسطة فريق تقنية المعلومات أو التكنولوجي بالأهلي كابيتال. ومن أحدث عمليات التطوير التي قمنا بها مؤخرا إضافة العديد من المزايا الجديدة لموقع الأهلي تداول بيسك بلس وسوبر بلس، كان أبرزها الحاسب المتطورة للأوامر والتي تمكن العميل من حساب العمولات والكميات وأيضا متوسط سعر التكلفة المطلوب، أيضا المحفظة الافتراضية والتي تمكن العميل من التداول التجريبي في بيع وشراء الأسهم المحلية، وأدوات الرسم البياني والتحليل الفني التي تمكن العميل من اتخاذ القرار الصائب في البيع والشراء في الوقت المناسب. كما قمنا أيضا بتطوير خدمة التداول عبر الهاتف الآلي الـ IVR لتصبح مجانا وبدون رسوم اشتراك، مضيفين إليها العديد من المزايا والجديدة والفريدة.